اوكي، مرحبا، معكم راني. نحن صرنا بقسم 7.3 من قراءة الكتاب Learn Your Haskell for a Great Good. وهذا الفصل عم نسرد مجموعة من الوحدات او الموديولز او الاضافات المضيفة على البرنامج، اضافات خارجية او مكتبات برمجية خارجية على البرنامج. طيب، هلا احنا سكشن او قسم 7.2 عملنا معظمه، ما بدي اكمل فيه لانه كله مثل بعض. اوكي، يعني بالاخر انه مجرد سرد دوال، فانتوا شوفوا من الكتاب اللي بدكم اياه من حيث الدوال المتبقيه. اوكي، هلا بهذا القسم بدنا نحكي عن كل ما يتعلق بالكاركتر، يعني كل ما يتعلق بالحرف الواحد بس. تمام، ففي عندنا امبورت بنعملها، في عندنا بالكود تبع الهاسكل حط سطر امبورت، مثلا خلينا نفتح المحرر كيت، وين صار كيت؟ اوكي، نفتح الملف الام، ماشي. ففي بدل ما نصير نقول import the data dot list، بصير نحكي هون بال import the data dot char. اوكي، هلا فيك تعمل قد ما بدك imports على حسب حاجتك، يعني فيك تحط import واثنين وثلاثة واربعة، يعني بدي امبورت كمان داتا دوت ليست مثلا. اوكي، فيني زيد كم وحده بدي اياها. طيب، هلا بدنا نستعمل نحن الداتا دوت تشار. تمام، هلا الداتا دوت تشار فيها فانكشنز اللي هن بسمون از فانكشنز، يعني هل هو هذا الشيء اللي انا عم بذكره. مثلا هل هو كنترول فانكشن، كنترول كاركتر، هذا الحرف هذا حرف كنترول، يعني مثلا اسكيب او شغله او هيك. اذا سبيس، اذا كان حرف فراغ، اذا او حرف فراغ على انواع، حرف واحد لحرف التاب ل شو اسمه، حتى حرف السطر الجديد، كلهم هول بنحسبه از سبيس. تمام، في عندنا از لور، اذا هو الحرف حرف صغير. اوكي، از ابر، اذا هو الحرف حرف كبير. تمام، از الفا، إذا هو الحرف يعني هو فعلا حرف، عرفت شو؟ يعني مش رقم. اوكي، فهو النتيجة تبعتهم يا ترو أو كلمة ترو أو كلمة فولس. تمام، إز ألفا نم، يعني هل هو، يعني هو الحرف هذا بيكون يا رقم يا حرف عادي. هلا كيف يعني الرقم، كيف رقم يعني حرف؟ انه هو بايت مش رقم بنحسب، لانه الارقام لها في شيء بنسميه الاسكي تيبل. الاسكي هي كل حرف مسجل في الكمبيوتر، يعني كيف تطلع فيها ان الحرف كرسمه مش كمعنى، يعني الرقم تطلع فيه هون بهالحاله انه هو الرسمه، يعني اذا انت مدخل هالرسمه الفلانيه في الكمبيوتر حتى اللي بعدين تعرضها على الشاشه ك رقم او كحرف. اوكي، وتفهموا انت بعدين كرقم او كحرف. اوكي، يعني هلا مثلا انا الرسمه اللي هي بتعبر عن رقم واحد، رسمه الحرف او شكل الحرف، عشان هيك بنحكي عن الكاركتر كالشكل. اوكي، مش بنحكي عن الحرف ك زي ما دماغنا بيفهمها. اوكي، ف يعني احنا فهم مباشر، ما يعني يعني كيف بدي اقول، ما يعني من كثر ما احنا متعودين ننسى انه هو اصلا رسم رسمناه وبعدين اجينا قلنا انه هو بيساوي هذا الرقم واحد. اوكي، طيب، فالال از الفا نم، اذا هو الحرف اللي دخلته هو رقم او حرف. اوكي، طيب، از برنت، يعني هل هذا الرقم ممكن ينطبع على الشاشه. اوكي، مثلا احرف الكنترول مثل الاسكيب والكنترول والالت وهول، هول منن بينطبعوا. اوكي، از ديجيت، اذا هو فعلا رقم، عرفت شو؟ طيب، از اوكت ديجيت، هلا في از اوكت ديجيت هون عندنا، وفي عندنا از هكس ديجيت. اوكي، طيب، هلا شو يعني اوكت وشو يعني هكس؟ اوكي، هلا ديجيت معناها خانه، بمعنى خانه رقم. اوكي، ديجيت بتكون عم تحكي انت هون كاوكت، عم بحكي انه انت عاده معود تعد، يعني كيف بدي اقول،
تعد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كيف بدك تقول 10، فبتروح انت جايب الواحد باليد بتزيحه على خانه وبتحط صفر، بتبلش العد من جديد بخانه الاحاد من الصفر. طيب بتكمل للمية، اوكي، فبتعيد بس تصير 99، اوكي، يعني انت صار خانه الاحاد صارت 9، خانه العشرات بتصير 9، وبتكمل لما صارت 99، يعني انكتبت 99، راح اعيدها، هاي 99، اوكي. هلا بدي اعملها 100، فانا شو باجي بعمل؟ بحط هون طبعا اول شيء 1، فهذا الواحد بدي اياه بروح شو بتحول هون لصفر، لانه اعلى شيء بتحطه هو الواحد، فهذا بدك تحطه هون 1، لا بزبطش، اوكي، بزبطش تحط رقم 10 هون ورقم 10 هون، عرفت شو قصدي؟ هيك يعني ما بزبط، اوكي. فانت بدك تحط هون هاي، وبعدين بتجيب هون كخانه، اوكي، بتجيب تحت منه هون الواحد. طيب احنا الفكره ما فيها انه احنا بالعدد العشري اللي معودين عليه بنعد من الصفر للتسعه، وبدي اقول 10 بدي احط خانه جديده وافتح لها، اوكي، وحط الواحد فيها. طيب ابلش من الواحد او من الصفر حسب الحاله. طيب بالاوكتل، لا بالاوكتل بتعد للثمانيه، يعني بتعد، اوكي، للثمانيه، اوكي، يعني بصير بس 8 باليد وبتحط بعد منها 1، اوكي، لتصير تقول شو؟ تصير تقول انه عندي 9، ماشي؟ يعني رقم 9 بطريقة الاوكتال بتطلع شو؟ 18. طيب هلا الهكسا ديسيمال بتعد من الصفر الى ال 15. طب بس انا ما عندي احرف كارقام لحد ال 15، عندي من الصفر لحد التسعه. طيب كيف بكمل بالباقي؟ بكمل بالباقي كما يلي، اوكي، اي بي سي دي اي واف. الكمبيوتر نفسه هو اصلا بحل على مبدا انه اعلى شيء بعده يا واحد يا صفر. هلا بس الكمبيوتر اسرع له اذا جابوا له طريقه يحسب على طريقه الهكساديسيمال، مشان هيك بنعد على 15 بالكمبيوتر اكثر ما بنعد احنا على 1 او بنعد على 10، تمام. فاذا لما بدي اقول 16 هكس يعني 6، هكساديسيمال يعني صار 16 10، فإذا بدي أطلع أنا على 16 فبصير بدي أقول شو؟ إنه العشرة بالهكساديسيمال هي كأنك عم تحكي عن 16، أوكي؟ بالعشرة بالأوكتل، أوكتل يعني المثمن، أوكي؟ يعني هي 8. أنا هو خربطت، قلت لكم بعد لـ8، إيه؟ لا هو المفروض تكون شو؟ المفروض انت بتعد انه اكتر رقم حيكون 7، وبعدين شو اسمه الخانة الجديدة بتفتحها على اساس انه 80. طيب هلا هون فاذا فهمنا شو الاوكتل والهكساديسمال. هلا از لتر يعني اذا هو فعلا الحرف هو حرف، مش بغض النظر اذا حرف كبير او حرف صغير باللاتيني، تمام. وبالاكثر وبالاغلب يمكن يكون هو الحرف اللي عم بقصده، مش بالضروره يكون حرف لاتيني، يعني ممكن يكون حرف عربي او صيني او whatever، يعني شو ما كان يكون. طيب طيب هلا مثلا هون از مارك، كمان اذا بدك تعرفه انه هو فعلا حرف يونيكود، يعني حرف فعلا خارج نطاق الاحرف الاسكي، اوكي. هلا هون يعني كيف عم تحكي انت؟ اذا مثلا انت واحد زي ما كاتب بكتاب، اذا انت فرنسي عربي، الاحرف اللي هن مش المعتادين، تمام. كيف يعني مش معتادين؟ الاسكي جدول الاسكي، ما احنا قلنا كل شكل لحرف، كل رسمه لحرف، اوكي، قبيلها رقم بفهرس هذا الشكل، اوكي. فبناء عليه نحن مثلا فينا نطلع المعنى تبع الرقم 1، يعني بنقص 30
من 31 بطلع الواحد نقص او مثلا يعني بهالطريقه. مهم، ف الاس مارك اوكي هون بتحاول تعرف لي اذا هذا الرقم فوق او اكبر من جدول الاسكي، لانه جدول الاسكي هو صاير جزء من جدول اليونيكود، او بالاحرى جدول اليونيكود هو تكبيره او توسيعه لجدول الاسكي. اوكي، فجدول الاسكي بيحوي كل عفوا جدول اليونيكود بيحوي كل لغات العالم. اوكي، جدول الاسكي لحاله بس بيحوي روسي ولاتيني، كل احرف لاتيني، انجليزي، فرنسي، مش عارف شو، وبيحوي كمان يوناني. ماشي، يعني هول الثلاث لغات بالاساس، وشويه حروف هن زايرين زي اشكال عاديه، يعني مثلا بدك تحط زيوحه، بدك تحط خطوط، اوكي، عدا الاشارات الرياضيات البسيطه، اوكي، مش الكبيره مثل التكامل اللي هو التفاضل هالقصص. ماشي، طيب هلا هون از نمبر عم بيحاول يعرف اذا هذا الرقم فعلا هو رقم. اوكي، يمكن يكون قصده يكون رقم 10 فواصل، عرفت شو؟ از بانكتويشن، يعني هو بدك تجرب، بدنا نجربهم ونشوفهم. اوكي، او شربوهم انتم بيكون افضل يعني حتى تدربوا عليهم بدون ما نجربهم قدامكم. از بانكتويشن اذا هذا الحرف يعني هو عباره عن فاصله او اقتباس او اي من علامات التعجب او علامه الاستفهام، عرفت شو؟ السمبل، السمبل اذا كان هو شيء هيك رمز رياضيات يعني مثل التكامل مثل هيك، اوكي، او هو رمز لعمله مثلا مثل الدولار، اوكي، مثل اشاره الدولار، او مثلا مثل اشاره الباوند تبع الانجليزي، او الستر، او اليورو، او هيك. اوكي، السيبريتور، اوكي، بتدور على بقلب اليونيكود، بقلب جدول اليونيكود، عن اذا كان الحرف اللي مدخله انا هو فراغ او بفرق شو، ببعد الحروف عن بعض شوي، اوكي، يمكن داش، يمكن هيك شيء. اوكي، طيب اذا اسكي، هاي ما هون اذا اسكي بتعرف اذا الحرف هذا فعلا هو داخل باول 128 حرف من جدول اليونيكود. تمام، هلا از لاتن 1 يعني بحاول يقول لك انه اذا هو داخل من اول 256 شكل من اشكال جدول يونيكود. اوكي، طيب از اسكي ابر واز اسكي لور. اوكي، ابر يعني الرمز كبير او الحرف هو كبير قصدي، واللور اذا حرف هو صغير. اوكي، يعني سمول اي او كابيتال اي، اوكي، اي كبيره او اي صغيره. فهاي أمثلة، أوكي، إذا هاي الجملة ألفا نمر، أوكي، إذا هاي ألفا نم كلها، لا ليش؟ لأنه في علامة تعجب. أوكي، بعدين عم بتع بعدين هون عم بستعمل فونكشن اسمه all. هذا ال all بياخد كل اللستة على بعضها، وبالتالي لأنه strings هن اللستة فبيقراها كلها، فبقول لك إذا كانوا كلهم هدول شو ألفا نم. هيدي كلهم الاحرف هدول شو؟ اذا الف نوم؟ لا، لانه يعني في حرف تعجب هون. تمام؟ طيب في مثل ما حكينا في all وفي بالعكس any. اوكي؟ اذا اي واحد في all وفي any. ماشي؟ طيب هلا في عندنا كمان هون words. كلمه الفانكشن هذا words بياخذ جمله، اوكي؟ وبقطعها كلستة، كيف كل كلمة بمطرحها. تمام، هلا هون نفس الفكرة، اذا انت يعني فيك تستعمل group by function كانك استعملت function الwords. اوكي، فبتعمل على اساس انه group by الفانكشن اللي هون، اوكي، بترتبهم على هالشرط اللي نازل هون. تمام، يعني عم بشوف is a space on على اليساوي. اوكي، ف يعني عم بقطع لك النيف بهالطريقه. اوكي،
طيب هلا هون في هلا مثلا لو قلنا مثلا طيب مثلا بدنا اوكي هلا احنا اذا استعملنا الجروب باي عم بيطلع معي شو؟ عم بقطع لي اياها كيف؟ كل كلمة والفراغ بيناتهم، عرفت شو؟ هلا بدي اجيبها وبس اخذك زي ارجع على الوردز، ففينا نستعمل الفلتر اوكي بالطريقة هاي، فبناخذ الكلمات اللي هن مش فراغ، هيك بخلص من الفراغات بين من الليستة. يعني بتقول فلتر اوكي على شو؟ على not any space اوكي نوت اوكي مع اني از سبيس اوكي وبتعمل هاي كلها جروب باي، يعني بتكون دخلت بس هذه الجمله اوكي على هاي، فبتطلع الجروب باي النتيج للجروب باي بعطيها للفلتر اللي هون. اوكي طيب هلا هلا هون في عنا فانكشن بيعطيك انه تصنيف هذا الحرف اللي مدخله، يعني هل هو سبيس ابر كيس لتر لور كيس لتر اذر بانكتويشن اذا هو ديسيمال نمبر، عرفت شو؟ هلا مثلا فيك تشوف كل الاحرف هدول اوكي وبدي اشوف كل واحد كل حرف منه شو ترتيبه او شو تصنيفه اوكي، فبستعمل الماب عليها للجنرال كاتيجوري لانه هو فانكشن، وبجيب هيدي الجملة اللي فيك تحسبها كلستا، كل حرف فيهم ببعتهم على الماب وبصير طلع جنرال كاتيجوري تبعهم بيطلع قدامنا هاللستة هاي، وبعرف انا كل واحد شو نوعه. تمام؟ فانتو اعملوا مقارنة. هلا بيناتنا سلاش تي يعني حرف زر التاب، تكبس على زر التاب هذا حرف تي، سلاش ان معناها جملة جديدة او مش جملة جديدة عفوا سطر جديد كسرة يعني على السطر، اوكي لسطر جديد او نزول على سطر جديد، اوكي؟ طيب هلا هذا اخر واحد مش يعني مش شحط عادي، هذا البايب المسورة. تمام؟ هلا في عنا فانكشن اسمه تو ابر وفانكشن تاني اسمه تو لور، اوكي بيحول الحرف اللي هو تو ابر بيحول الحرف لكبير واللي تو لور بيحول الحرف لصغير. اذا بدكم تاخذوا لسته بتعملوا لها ماب تو لور بوطيها كلسته حروف يعني بمعنى جمله، اوكي بصير يوطيها عن طريق ماب تو لور الجمله او ماب تو ابر الجمله بيكبر لك اياها. يعني. تمام مثلا بدك تعرف هون مثلا عندنا تو تايتل، تو تايتل يعني بتاخذ كل حرف من اول يعني كل اول حرف من كل كلمه بقلب الجمله وبكبر لك الحرف تبعك. تمام ديجيت تو انت اوكي يعني بيحول الحرف لرقم اوكي، ف مثلا عندنا هيك بتصير يعني عندي ديجيت اوكي لانتجر، فالاف 15 اوكي 8 8 بتنزل 5 بتنزل، الاي بيحولها لشو 10 والبي بيحولها ل 11. تمام زي ما حكينا من شوي هون. تمام عن هاي. طيب هلا كمان انت تو ديجيت كمان بقلب لك بقلب لك اياه هون اوكي بالعكس، يعني اذا كان 15 بحط لك اياه اف. تمام هلا في فانكشنين هذول كثير مهمين اوكي، في واحد اسمه الاورد واحد اسمه سي اتش ار. هلا كنا بنحكي انه في كل حرف مقابله رقمه مسجل بالكمبيوتر كرقم عشان الكمبيوتر يروح يدور على هذا الرقم ويعرض لك الحرف على الشاشه. تمام يرسم لك اياه على الشاشه. فاذا الاورد تبع الحرف اي هو 97
اوكي الاور فاذا جبنا 97 حطيناها مع سي اتش ار بيطلع لك شو حرف اي. طيب هلا هيك بهالحاله اذا كان مثلا بدي اعرف الابجديه اي بي سي دي اي اف جي اتش اوكي ببعتها على الاورد بيعطيني كل رقم او كل حرف شو رقمه بالجدول اوكي تبع الحروف اوكي طلعوا عليهم وقارنوهم مع الفانكشن ماب. طيب هلا بدي انا اشفر ال بدي اعمل نوع من التشفير لجمله اوكي فعم هون الكتاب عم بيخترع فانكشن اسمه انكود تمام. كيف عم بيعمل؟ عم بيقول لك خلي لسته الاوردز اوكي والشفت هون هي قديش انت بتزيح ال يعني مثلا لو قلنا حرف الف اوكي فرق بينه والحرف مثلا الف باء تاء اوكي بينه وبين حرف التاء اوكي اثنين او ثلاثة اوكي كيف بتطلع فيهم. هلا انت بتاخذ الحرف وبتزيد عليه اثنين فبروح وين على التاء اوكي فكل حرف بتزيد له بتزيحه باثنين فهو بحط قديش الشفت والرساله اللي بده يعملها فبطلع الاوردز تبعتهم اوكي بعدين برد مره ثانيه انه الشفتد انه شو بجيب بلس شيفت يعني كان عنده بلس 3 او بلس 4 اوكي بلس 3 او بلس او زائد 4 او زائد 3 عرفت شو مع لسته الاوردز اللي طالعه اوكي فبيطلعوا الشيفتد اوكي. هلا اللي هن شو اللي هن صايرين الماب تبع سي اتش ار لشيفتد يعني يعني الانكود تمام بتصير لستد الارقام اللي هن مزيوحين مثلا بثلاثة او باربعة فهدول بيطلع هن التشفير تمام. ف السي اتش ار بالتالي هي عم تاخذ رقم فبترجع لك شو الحروف لكل وحده لما بيعمل مات سي اتش ار شفتد اوكي. فهذه هون مثلا هي سبت شير اوكي بأربعة بتصير لي اوكي هيك ومع الحرف هذا اوكي فهيك بصير تشفير. فهي تشفير ميري كريسماس انه عيد ميلاد مجيد اوكي بيطلع هيك تمام. هاي الديكود فانا مش بعملها بعملها نفسها بس شو بتكون بالناقص شو وال نيجيت شيفت مسج اوكي بيطلع شو ناقص ناقص الشيفت تمام لانه انت لازم تشيل من قيمه الرقم او الحرف او رمز الرقم تبع الحرف تشيل منه الازاحه اللي عملتها اوكي. فهيك بنكون خلصنا يعني قسم 7.3 اوكي وارجو تكونوا استمتعتوا معنا بالشرح ويا ريت تبلشوا تتدربوا على كل شيء عم اشرحه. هاد كل شيء اوكي لا تنسى تكبس على سبسكرايب عم شارك بالقناه خبر غيرك عن القناه كمان خاصه اذا عجبتك كمان راسلنا اوكي كل شيء ولايكس وتعليقات لا تنسى تكبس على دعايات كثير مهمه عشان نستمر. سلام.